يعني بتسأل عن أنها عليها رمضانات، هي بتقضيها أولا بالصيام، ده قولا واحد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن هي القضية في إيه؟ القضية هل هي تلجأ إلى تمور أو بلح أو أكل خفيف ليكون فداء يعني عن تأخير القضاء؟ لا، هو ربنا سبحانه وتعالى ما قال إطعام، الفقهاء فهموها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الإشباع، يعني حتى الفقهاء قالوا وجبة مشبعة. إنما هل يتصور أن إنسان يعطي إنسان تمر لأطعامه أو يعطي له قطعة حلوى؟ لا، لابد أن يكون مما تعارف الناس عليه على أنه طعام وعلى حسب البيئة، لأن ربنا قال من أوسط ما تطعمون أهلكم. إذا كان الناس تأكل سمكا، تأكل دجاجا، تأكل لحما، تأكل طبيخا، تأكل سريدا، هذا الذي إنما التحايل على الشرع أو الاستخفاف بالشرع والروغان من الشرع هذا لا يليق، ويعتبر عمل باطل قولا واحدا. والله أعلى وأعلم.